حبو سالم البهارات سو زي امي وامك، افتح وطلع كل شيء. اوف الجيب يبيلها مندي، هذه وزنها 20 باوند. امس راعي الجيم رسل ايميل قال ان الجيم بيقفل، فاللي يبي شيء يجي ياخذ. فبنوديه للجيب عشان نحمل على الاغراض. اوف الجيب ليه عاد ليه؟ ما لنا الا نرجع ماشي. مع السلامة يا الجيب، جايك روح ماشي نجيب السيارة الثانية بعدها نرجع الجيم. والمشكلة مو جيبة السيارة الثانية، مشكلة المشوار، والكل خايف يطلع عشان كورونا، عشان كذا انا رايح ماشي. سكر الجيم بس بنروح نشيك نشوف، يمكن في امل بيفتح بعد ساعتين. شو نسوي في هالساعتين؟ شكلي بروح اجري على ما يفتح. وهذه فايدة اغراض بالشنطة، كل شيء موجود. طعم لك عليه. جري 5 مايل مع الويت فيست، هذه وزنها 20 باوند. فتح الجيم. جبنا 20 باوند. آخر شيء جبت الجيم روب. شكرا يا أبو صلوح على القلوزة. الحين فيلم ورا فيلم. حبو سالم والله شغل السعودية يا شيخ. شحكي لك طلعت اشتري دجاج واجي نسيت انا اجيبها يا شيخ. جايع، ايش بنسويها؟ يبيلها مندي. عشان افهمك بس، المندي احلى شيء في النخل ما في البيت. بامريكا ما في نخل يا شيخ. اول شيء نغسل الرز، خلونا ينقع. غسلنا الدجاجة، الحين نجي حق الفرن. الحين البهارات، البهارات سو زي امي وامك، افتح وطلع كل شيء وحيلك. وراح ارسلك قله مفيد. مسمار، هيل، جيب الدجاجة. حطيت الدجاجة عبها ماء، خلي الماء يوصل لفوق الدجاجة، بعدها امورك سليم ان شاء الله. يا بعد عمري انت، والله باكل شاكل الصبر. الحين تطول عليه وتخلي كذا نص ساعة على ما يجهز الباقي. اعتقد الحين
خلصت 30 دقيقة. يا خلاص استوت. ايش الزين يا والله. ضفت على الدجاج شوي كاري بس عشان اللون. الحين ناخذ ماي الدجاجة ونضيف عليه رز. بعدها فليفل وطماط. بصلتين. فلفل. ثوم. نص قالب زبدة. عليه بصدير. نفكفه عليه. خلى الحين. الدجاجة تحطها على درجة حرارة 400 عشان تتحمر بسرعة بس. ونقول المفروض الحين استوى. عليه. بقى خطوة أخيرة بس علشان تطلع لك ريحة المندي. تأخذ لك قصدير بس وتحطه داخل. الحين تجيب زيت داخل القصدير. تحط زيت وتحط عليه جمرة. أيوه. ها عشان يتشرب بس وتطلع ريحة المندي. أوله شو أحكي لك. شوف الدجاجة ريحتها عدلة. صديقي هاني صار له أسبوع ما طلع من البيت فراح أودي له أكل. عارف إنه ما عنده شيء وهو ما يبي يطلع. نص دجاج لعيونك يا هاني. معليش الشكل مو ذاك الزود بس يلا خلنا نقصدر الحين. عليك بالعافية الذيب. وصلنا عشا هاني. الحين احط لي اكل واكل. وعلى نهاية اليوم بعد ساعتين من الأكل راح أشتغل على اليوغا بعدها نوم. لا تنسونا من الاشتراك ولايكات وانشر. سلام.